السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hello everybody, I'm سارة حسن, teacher of English. إن شاء الله هناخد مع بعض كورس تأسيس من أول KG, من أول الزيرو في KG. هنبدأ من أول letters لغاية إن شاء الله ما نوصل لغاية الجرامر. همسك ابنك من أول ما يعرف ينطق English لغاية إن شاء الله ثانوي, وكل ده مجانا بدون أي مقابل, مش محتاجة بس غير دعوتكم. مش طالبة منكم غير نعمل لايك وشير الفيديو عشان كل تمارين يستفيدوا, ونعمل سبسكرايب للشانل عشان يوصلك كل سيشن بترتيب. وكمان طالبة منكم ان اي سيشن نيجي نذاكره نراجع على السيشن اللي قبله, وما ندخلش في السيشن الجديد غير لما يكون اللي فات كله متاكدين منه 100%. يلا بينا نشوف هناخد ايه النهارده. هالو, واتس يور نيم؟ واتس يور نيم؟ الله, واتس يور نيم؟ مش بترد عليا ليه يا عم؟ انت مش عارف يعني ايه واتس يور نيم؟ واتس يور نيم دي بنقولها لما نكون عايزين نعرف اسم الحد اللي احنا بنكلمه. يبقى لما نسال حد انت اسمك ايه, هنقول له واتس يور نيم. What's your name؟ وهنرد عليها ازاي؟ زي ما خدنا السيشن اللي فات هنقول I am كذا, يعني What's your name؟ I'm Sarah. What's your name؟ I'm Budi. What's your name؟ I'm Moody. Okay؟ يلا بينا نشوف هناخد ايه النهاردة. بس قبل ما نشوف, اوعى كورس التأسيس يا مامز ينسيكو ان القناة بينزل عليها شرح كامل لمنهج Connect و Connect Plus لي Grade 1 و Grade 2. يلا بينا بقى نشوف هناخد ايه النهاردة. هناخد باقي letters, يعني هناخد ايه مثلا؟ ما انت عارف ان احنا اكيد هناخد باقي letters لغاية ما نخلصهم. النهاردة هناخد letter K. 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 K مش K ولا K ولا K, لا اسمه K. 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 ايه ده مثل شبه بعض بالضبط, هنفرق ما بينهم ازاي؟ لا عيب عليك, واحنا بنعرف نفرق. اوكي يلا بينا نعمل واحد طويل ونقعده تحت. اوكي, وشرطة فوق وشرطة تحت. اوكي طيب, الكي سمول بقى, ها بصوا بطلعها فوق عن السطر شويه وبعمل شرطه صغنونه واللي تحت كبيره. ادي الكي. اوكي ادي letter كي. كي repeat after me. كي كي اهو. كي 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 كي. وبعدين letter الثاني اللي معانا النهارده اسمه ال. ال ال repeat after me. ال ال ما اسموش ال, ها مش ال خالص, لا اسمه ايه؟ ال 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 كي. طب ده بقى سهل خالص, بص اهو واحد وقعدناه والسمول واحد بس, سهل جدا جدا ما فيهوش اي حاجه. اوكي ادي اهو, ادي ال ال اهي. اوكي يلا بينا نشوف اللي بتحتوي على letter كي. الاول اول كلمه معانا الحاجه اللي اول ما بيجي السمر او الصيف بالشوارع بتتميلي بيها اللي هي kite. kite 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 repeat after me. kite kite what is this? it's a kite kite kite. okay تاني word معانا النهارده اللي بنستخدمها دايما عشان نفتح بيها او نقفل بيها الدور اللي هو key. key 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 what is this? it's a key 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 كي. اوكي طيب يلا بينا نشوف الورد اللي بتحتوي على letter L. L. اول ورد معانا هي lemon. lemon lemon ما اسمهاش lemon, ها ل ل lemon 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 اخدناها قبل كده على فكره الورد دي. اوكي تاني ورد معانا الكبير ده ملك الغابه بنقول عليه line. line 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 line. اوكي النهارده الورد سهله جدا والسيشن كله اصلا سهل وخفيف ما فيهوش اي حاجه. يلا بينا نشوف الاكسرسايز. اول اكسرسايز معانا اللي هو الماتش. انا بقيت احب قوي الطريقه دي في الماتش لان بتحيرني شويه, بتخليني ادور شويه وخليني الليترز كلها قدامي وادور عليهم. اوكي هن ماتش الكابيتال بي سمول. ادي الاي, همشي 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 اي. اوكي سي اهي, دوروا معايا مش عشان انا عينيا وجعاني مش لاقياهم. بي اتش اي. يا مامي اكتبي لي الاكسرسايز ده بنفس الطريقه كده. اوكي ادي الاي اهي. الصوره دي غبيه تعب. جي لازم ننطق الليتر واحنا بنقوله واحنا بندور عليه. اوكي F D G. خلاص كده خلصناهم الحمد لله. يلا بينا نشوف الاكسرسايز اللي بعده. فنانة مس سارة دي, شايفين الوردة؟ حد يعرف يرسم فلاور حلوة زي كده؟
طيب ال exercise ده بيقولي write the capital and small letters from A to L. حاضر، انا هكتب بقى في ورقتي بقى بدون ترتيب وبدون اي حاجة زي ما انتوا عايزين. عايز ال capital و small، ادي A B C D E F G H I J K L. وبكده نكون خلصنا السيشن النهارده. هنعمل سبسكرايب للقناه عشان يوصلك السيشن الجاي، وما ننساش نعمل لايك وشير للفيديو عشان كل زمايلنا يستفيدوا زي ما احنا استفدنا بالظبط. اوعى تنسوا ان الدرع خير كفاعل. يلا باي.